مرحبا بكم أصدقائي صديقتي. في هذا الفيديو سأتناول مفهوم النظرية والتجربة، وسأخص بالذكر محوري التجربة والتجريب والعقلانية العلمية، بحيث رأيت في هذا الفيديو دمج المحورين، أي محور التجربة والتجريب والعقلانية العلمية، تحت عنوان العقل والتجربة ودورهما في بناء المعرفة العلمية. على اعتبار أن الإشكالية المراد مقاربتها في هذا السياق هي البحث عن المصدر الذي تنبثق منه المعرفة العلمية، وهذا بطبيعة الحال يطرح مجموعة من المفارقات والإحراجات التي سنستفيد الحديث عنها بعد قليل. وأيضا القدرة على الفصل بين الأنساق الكلاسيكية، سواء كانت أنساق عقلانية أو تجريبية أو توفيقية أيضا، والكشف عن القدر الكثير من العلمية من يعني في كل نسق على آلة حدة. إذن في هذا السياق، المحور الأول تجربة وتجريب بالإضافة إلى العقلانية العلمية كمحورين داخل مفهوم النظرية والتجربة، يمكن في آخر المطاف كما قلت أن نجمع هذين المحورين في محور واحد، لأن التقسيم في آخر المطاف هو تقسيم إجرائي مدرسي لا غير، وبالتالي فالإشكالية في هذا السياق إشكالية واحدة مرتبطة بمصدر المعرفة العلمية. إذن بالنسبة للمفارقات والإحراجات التي يقدمها هذا المحور، العقل والتجربة ودورهما في بناء المعرفة العلمية، أو في آخر المطاف مصدر المعرفة العلمية. إذن المفارقات، يعني كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة، أن المفارقات دائما هي تحتضن في جوفها نوع من التقابلات ونوع من الإحراجات في مقاربتها لنفس الموضوع. فعلى سبيل المثال، مصدر المعرفة العلمية، هناك من يقول بأن مصدر المعرفة العلمية هو العقل، وهذا الاتجاه أو هذه الأنساق لها ما لها وعليها ما عليها، لأن كل نسق على حدة يستدل بمجموعة من الإثباتات ومجموعة من الحجج والأدلة في هذا السياق لكي يثبتوا أطارحهم الفلسفية. ومن جهة أخرى، أن مصدر المعرفة العلمية هو التجربة، كذلك هذا النسق الفلسفي يطرح منهج محدد ويطرح مجموعة من الحجج ومجموعة من الأدلة وأرضية نظرية عامة ينطلقون منها دائما، أو أن مصدر المعرفة العلمية هو كل من العقل والتجربة، وهذه هي أنساق عقلانية، أنساق توفيقية نقدية تزوج بين الجانب النظري العقلاني وبين الجانب التجريبي الاختباري. إذن الموضوع في هذا السياق هو مصدر المعرفة العلمية، أما المفارقات التي يطرح هذا الموضوع أو هذه الإشكالية، أن مصدر المعرفة العلمية يمكن أن يكون هو العقل، أو يمكن أن يكون هو التجربة، أو يمكن أن يكون هما معا. تساؤلات في هذا السياق: هل المعرفة العلمية تقوم على العقل أم تقوم على التجربة؟ ما دور العقل في بناء النظرية العلمية؟ بأي معنى تكون العقلانية العلمية عقلانية رياضية خلاقة ومبدعة؟ هل القول بالعقل هو تهميش للتجربة؟ ما الأهمية التي تلعبها التجربة داخل العلم؟ وما الذي يساهم فعلا في بناء العلم؟ هل هو التجربة أم التجريب؟ وكل هذه التساؤلات بطبيعة الحال يعني نجيب عنها في انطلاقا من نصوص فلسفية. في هذا الجزء الأول من الفيديو سأركز الحديث عن الاتجاه العقلاني، وسأستثمر في هذا السياق نص لأينشتاين مقتطف من كتابه كيف أرى العالم، لكي نبين من خلالها أهمية العقلانية الرياضية في الإبداع العلمي. إذن النص يقول لأينشتاين كما قلت: إن نسقا كاملا للفيزياء النظرية يتكون من أفكار ومن قوانين أساسية تربط بين تلك الأفكار وقضايا مشتقة منها بواسطة الاستنباط المنطقي
هذه النتائج هي التي يجب أن ترتبط بتجاربنا الخاصة والفردية. هكذا نكون قد حددنا لكل من العقل والتجربة مكانتهما في نسق العقلانية، في نسق الفيزياء النظرية. فالعقل يمنح النسق بنيته، أما المعطيات التجريبية وعلاقاتها المتبادلة فيجب أن تطابق القضايا الناتجة عن النظرية. إذن غير كشرح بسيط وفقط لهذا النص، يتحدث ألبير أينشتاين في هذا السياق عن كيفية تأسيس الفيزياء النظرية. وفي هذا السياق، يعني نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، الحديث عن الفيزياء النظرية يعني أرادوا أن يؤسسوا لأرضية صلبة تنبني عليها هذه الفيزياء النظرية. وبالتالي يقول إن نسقا كاملا للفيزياء النظرية يتكون من أفكار ومن قوانين أساسية، بمعنى يتحدث في هذا السياق عن أفكار وقوانين داخل العقل، بمعنى أن النظرية هي التي تمنح لنا مصداقية وحقيقية ويقينية الفيزياء النظرية. من أين سمدت هذه القوانين وهذه الأفكار؟ سمدت بواسطة الاستنباط المنطقي، وإشارة مباشرة في هذا السياق إلى عقلانية رياضية التي تنبني على قياس منطقي وعلى استنباطات منطقية وعلى منهج فرضي استنباطي أو منهج فرضي استنتاجي. في هذا السياق يشير بأن داخل الفيزياء النظرية يجب أن نحدد مكانة العقل ومكانة التجربة. مكانة العقل هو ابتكار مجموعة من الفروض ومجموعة من الأسس ومجموعة من القوانين والأفكار التي يمكن أن نستنبطها بواسطة الاستنباط المنطقي من النظرية. بينما التجربة في هذا السياق مكانتها هي مكانة ثانوية، مكانتها هي التطبيق، مكانتها هي الاستفادة والانتفاع بما ما 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 تم تشييده من طرف عقلانية رياضية. وبالتالي فالعقل هو الذي يمنح النسق بنيته، بمعنى أن بنية تلك النظرية الفيزيائية تبنى انطلاقا من العقل. بينما التجربة فيجب، يعني قلنا بأن المعطيات التجريبية وعلاقتها المتبادلة فيجب أن تطابق القضايا الناتجة على النظرية. لكي نستمر، تستند قيمة النسق وتبريرها عن إمكانية ذلك التطابق فقط وبصفة خاصة على التطابق بين المفاهيم والمبادئ التي تشكل قاعدته، أي قاعدة النسق. ألبير أينشتاين في هذا السياق يتحدث عن كيفية تأسيس نظرية فيزيائية معينة، يتحدث عن الطريقة التي تبنى بها الفيزياء النظرية. هذه الفيزياء النظرية تنبني على أفكار وقوانين وعلى نسق منظم. ما الذي يمنح لها هذا النسق؟ الذي يمنح لها هذا النسق هو العقل، بمعنى أن الحديث عن المنهج الفرضي الاستنباطي في هذا السياق هو حديث عن خيط رابط وناظم بين مجموعة من الأفكار والمفاهيم والمبادئ. هذه المبادئ عندما تنتظم بشكل عام تكون لنا نسق معين أو تكون لنا فيزياء نظرية. والحال أن هذه المفاهيم والمبادئ هي إبداعات حرة للعقل البشري، بمعنى أن العقل البشري هو الذي أبدع هذه الأفكار وهذه المبادئ، بمعنى لا يمكننا أن نبدع، اسم الإبداع، أن نتحدث عن كشف شيء ما يمكن أن نكتشفه انطلاقا من التجربة أو نتحقق من شيء ما، لكن الإبداع لا يمكن أن يكون إلا انطلاقا من إبداع حر للعقل وللخيال البشري، بمعنى أن الخيال البشري هو الذي يبدع. بمعنى أن في الفرق في هذا السياق بين الإنسان والحيوان، أن الحيوان في طيلة الأنواع ديال الحيوان في تاريخيا، يعني
هناك استمرار في نفس المستوى. فأسد يعني الذي يوجد في عصور قديمة هو نفس الأسد الذي يوجد الآن، بالإضافة كذلك إلى كل الحيوانات، لكن الإنسان يتقدم شيئا فشيئا في التاريخ، وهذا التقدم يؤدي به إلى خلق وإبداع مجموعة من الأمور والمستجدات داخل الواقع. بماذا خلقها؟ خلقها انطلاقا من عقلانية مبدعة، خلقها انطلاقا من الخيال، لأن الإنسان هو الذي يتميز بالخيال، هذه الملكة الإنسان ولوحده هو الذي يمتلك هذه الملكة. ولا يمكن أن تبرر قبليا لا بواسطة طبيعة العقل البشري ولا بأي طريقة كانت. تشكل هذه الأفكار والمبادئ الأساسية التي لا يمكن اختزالها منطقيا الجزء الضروري في النظرية الذي لا يمكن تملكه عقليا. إن الهدف الرئيسي لكل نظرية هو تقليص هذه العناصر الأساسية وجعلها أكثر بساطة قدر الإمكان. وهذا يحيل أيضا على ذاك القاسم المشترك بين أينشتاين وبين الاتجاه المواضعاتي مع دوهايم وبوانكاري وآخر، بمعنى أن الهدف الرئيسي من النظرية هو تقليص العناصر الأساسية وجعلها بسيطة قدر الإمكان. لأن الحديث في هذا السياق عن المهام المنوطة بالنظرية هي تبسيط الواقع، هي أن نؤدي بهذا الكم داخل الواقع من التعقيد إلى آخره، أن نبسطه انطلاقا من نظريات فيزيائية منتظمة. قلت إذن وجعلها أكثر بساطة قدر الإمكان دون أن يعني ذلك التخلي عن تمثل ملائم لأي مادة في التجربة. إنني على يقين أن البناء الرياضي الخالص يمكننا من اكتشاف المفاهيم والقوانين التي تسمح بفهم ظواهر الطبيعة، بمعنى أن البناء الرياضي المنظم، البناء الرياضي القائم على مفاهيم ومبادئ وقائم على قاعدة نسقية منظمة تحترم تراتبية الاستنباط المنطقي، في آخر المطاف يؤدي بنا إلى فهم وتفسير ظواهر الطبيعة. ويمكن للتجربة أيضا أن توجهنا في اختبار المفاهيم الرياضية التي نوظفها. بمعنى ما هي مهمة التجربة؟ مهمة التجربة هي التطبيق. مهمة التجربة هي الاستفادة أو أن نستفيد من خلالها من تلك الأفكار التي ابتكرها الإنسان، وأيضا أن توجه العالم في اختيار المفاهيم الرياضية التي يجب أن يوظفها داخل النظرية. بالتالي التجربة ليست هي المنبع الذي تصدر عنه، بمعنى أن التجربة ليست هي التي تبني الفيزياء النظرية، ليست هي التي تبني النظرية بشكل عام، بل ليست هي التي تخلق العلم وينبثق العلم من خلالها، لأن العقل لوحده كإبداع حر وخيالي هو الذي يؤدي في آخر المطاف إلى الإبداع. ويقول أخيرا: إن المبدأ الخلاق في العلم لا يوجد في التجربة بل في العقل الرياضي. ويلخص أينشتاين في هذا السياق هذا التصور لكي يقول لنا بأن الحديث عن الخلق والإبداع أو ابتكار شيء جديد لا يمكن البتة أن يكون انطلاقا من التجربة، بل يجب أن يكون انطلاقا من عقلانية رياضية خلاقة تنطلق من مبادئ وقوانين واستنباطات تؤدي في آخر المطاف إلى تأسيس نظرية فيزيائية متكاملة. إذن كاستنتاج لما تم تداوله في إطار هذا النص، تختلف العقلانية العلمية المعاصرة التي يمثلها أينشتاين على العقلانية الكلاسيكية الصورية التي
تمثلها الأنساق الكلاسيكية الحديثة، ديكارت، كانط إلى آخره. فإذا كانت هذه الأخيرة أي العقلانية الكلاسيكية الصورية تنظر إلى العقل كجوهر، وهذا دليل على ديكارت مباشرة، تنظر إلى العقل كجوهر وكإناء يتم تعبئته بالمضامين المستمدة من الظاهرة، وهذا إشارة كذلك إلى كانط الذي ينطلق من كون العقل كملكة وكأطر قبلية. فإن العقلانية المعاصرة تتميز بالعلمية إلى حد كبير، لأن في آخر المطاف العقلانية الكلاسيكية تزاوج بين الجانب الفلسفي وبين الجانب العلمي، بينما العقلانية العلمية المعاصرة أكثر علمية وأكثر دقة وأكثر تخصصا داخل العلم، لأنها تخلصت من كل الشوائب الميتافيزيقية في هذا السياق. قلت بأن العقلانية المعاصرة تتميز بالعلمية إلى حد كبير، ويتجلى هذا مع ألبرت أينشتاين الذي يتحدث دائما عن المنهج الرياضي العقلي القائم على الاستنباط المنطقي، وذلك بانطلاق العقل من مقدمات ليستلزم قضايا علمية جديدة بشكل منطقي. فالفيزياء النظرية حسب أينشتاين قائمة على أرضية عقلية من خلالها يشيد العالم نظريته العلمية. ففي كتاب فلسفي لأينشتاين، وهو نفس الكتاب الذي تم اقتطاف منه هذا النص الذي قمنا بتحليله قبل قليل، تحت عنوان كيف أرى العالم، يصرح فيه: إنني على يقين أن البناء الرياضي الخالص يمكننا من اكتشاف المفاهيم والقوانين التي تسمح بفهم الظواهر. وهذه القولة الفلسفية أشرنا إليها قبل قليل في هذا النص. هكذا فالعقل إلى جانب الخيال، كل من العقل والخيال بالنسبة لأينشتاين له أهمية كبيرة جدا خصوصا في عملية الإبداع، لأن لا يمكن للواقع الاختباري والتجربة أن تبدع. هكذا فالعقل إلى جانب الخيال يشكلان يعني مصادر أساسية للإبداع العلمي، لأن العقل يضفي التنظيم والإبداع على النظرية العلمية، بمعنى أن الذي يعطي مفاهيم ومبادئ للنظرية هو العقل، والذي يعطي الخلق والإبداع هو الخيال. فالنظرية تكون يقينية بابتعادها عن الواقع، وتكون غير يقينية بقدر اقترابها من الواقع. وهذا الطرح أن الواقع العلمي ليس هو العالم الذي يرى، ليس الواقع الاختباري الذي نعيش فيه، بل واقع يصنعه العلماء عن طريق نظريات. لأن مثلا غنعطيو مثلا الماء الشذوذ كصيغة علمية، والماء كسائل اللي يعني كاين في الواقع الآن. الذي يسمى ماء خالص هو أشدوزو، بمعنى يعني ذرات للهيدروجين وذرات الأكسجين، في حين أن الماء كسائل فهو يتكون من مجموعة من المواد الأخرى غير الماء، أملاح معدنية إلى آخره. في هذا الصدد يقول في الكتاب نفسه: فالعقل يمنح النسق بنيته، أما المعطيات التجريبية وعلاقتها المتبادلة فيجب أن تطابق القضايا الناتجة عن النظرية. وبالتالي فالمبادئ التي ينبني عليها العلم المعاصر عامة والفيزياء النظرية خاصة هي إبداعات حرة للعقل الرياضي الخلاق، وهذا ما صرح به أينشتاين بقوله في نهاية هذا النص الذي قمنا بتحليله: إن المبدأ الخلاق في العلم لا يوجد في التجربة بل في العقل الرياضي. إذن أينشتاين كاستنتاج الأهمية وكل الأهمية للعقل والخيال، فالعقل هو الذي يشيد النظرية ويعطي لها
تصورات وأفكار ومبادئ وانسجام منطقي الذي ينبني على المنهج الاستنباطي، والخيال الذي يعطي للإنسان خلق وإبداع شيء جديد، بينما التجربة في آخر المطاف فهي نطبق من خلالها ما أتى به النظرية. وعندما يكون هنالك خلل في يعني في هذه عندما يكون خلل بشكل عام، فالخلل ليس في النظرية وإنما في التجربة.